أم البنفسجي من الترند إلى التسجيل أغنية خاصة، كيف كانت إطلالة أبرز المشاهير بحفل تكريم بليغ حمدي بالرياض؟ إليسا ترد على منتقدين بعجة فمها، إضافة لأم عزيزة تبع التيك توك عم تطبخ عن روح الرسول، أغنية بعنوان يا سمرة هشك بشك ورملاء نكد تؤجل طرح أغنيتها، يا ترى شو السبب؟ ومواضيع أخرى مثل العادة، ما رح فيكم تقف ولا موضوع، خليكم متابعين. نبدأ مع أم البنفسجي اللي صار لها أكثر من أسبوع ترند والشغل الشاغل للجمهور العراقي والعربي. خلينا نشوف أحدث فيديو لها أثناء تواجدها بأحد الحفلات الخاصة بالعراق. صراحة بعد الفيديوهات يلي عم نشوفها بقترح يتغير لقب بمرام من أم البنفسجي لأم عدلة، صاير اختصاصها لهالمخلوقة تفزع الولاد الصغار، يعني ما ناقصك غير الكيس وتبرمي على أولاد وتلميهم معك وتروحي تاكليهم ببيتك، شو القصة يا أختي؟ خلص أول مرة استهضمناك ومهضومة البنت وفي غيرة بين البنات، بس إنه زاد الموضوع عن حده، صار بدها ضب القصة، يعني مش معقول وين ما تروح تبلشي لفط وضرب على الأولاد عم بتفزعيهم أكثر من أم عدلة. مش بس هون القصة، القصة إنه قرروا المحيطين فيها لمرام إنه يعملوا لها أغنية خاصة، بتعرفوا كون الغنية انتشرت بشكل كبير، فباعتقادهم إنه ممكن يستغلوا شهرة أم عدلة أو أم البنفسجي لحتى تجيب لهم المزيد من المشاهدات. خلينا نشوف كيف غنت ونعود للطالب. يعني عشو اتكلتوا يا جماعة لحتى تسجلوا لغنية؟ شو هي انشهرت بالصوت الام كلثومة؟ انشهرت عم بتفزع الولاد وتكحشون على المسرح مثل ما شفنا الصوت معدوم والغنية ما حققت اي شهرة، يعني الموقف اللي شهرها تفزيع الاطفال، كان لازم تتبناها شركة تصوير افلام رعب، شي مهرجان للهالوين، بس طربوا قصة. على فكرة كان فيكم تستغلوا الموضوع صح، لو جبتوا كل مجموعة الأولاد اللي كانوا سوا بالحفلة كان فيكم تعملون كورال للغنية وكان ممكن تنجح الغنية، بس تجيبوا لي أم عدلة تغني منفرد مثل ما شفتوا النتيجة ما قدمت ولا أخرت بشي. موجة هجوم من جديد تطال المهرجانات يلي عم تنعمل بالمملكة العربية السعودية، واخرها كان المهرجان يلي هدفه انه تكريم الفنان بليغ حمدي، فكان في حضور العديد من الفنانين، وكان الموقف الاكثر لفتا للنظر دخول اصالة حفية القدمين الى المسرح. خلينا نشوف الموقف ونعود للطالب. السيدة ملعقة تسجيل دخول، تسجيل دخول، ما عم بفهم ليش أصالة بيجوا بيلبسوا كعب 3-4 أمتار لأنه ما شاء الله شجرة نخيل وماشي، وبعدين بصير بدهم يقلعوا الكعب ويتفلسفوا وبيمشوا حفات. يا حبيبة قلبي هالقليلة لبسوا مشاية مليان صرامة ومشايات، يعني فيكم تدبروا حالكم بحي الله شيء. ما المهم هون، خلينا نشوف خلف الكواليس لما اجتمعوا أصالة وصابر الرباعي شو صار من حديث بينهم. بتزعفوا لبعضكم على النجاح الليلة؟ أكيد بدهم يزقفوا لبعض لأنه ما بعتقد حدا من الجمهور العربي عم بيزقف لهم،
اذا بتفوتوا وبتقروا التعليقات كله عم ببهدل، كله عم يسألوا نحن وين وانتوا وين، شو عم تعملوا بوقت هيك عم بيصير. واكيد ما فينا نلوم الجمهور لانه عن جد اللي عم نشوفه مثل قساوة قلب وتجاهل. نحن ما بدنا العالم تنسى، نحن بدنا نضل نذكر العالم انه في شيء غلط عم بيصير العالمنا العربي ولازم يتوقف هيدا الشيء الغلط. هلا انا شخصيا ضد انه الفنان يوقف شغله بالمره، ولكن مع انه يوجه شغله صح. وبالاغاني في عندكم مواضيع عديده، وانتم بارشيفكم عندكم كتير اغاني فيكم تتضامنوا فيها او حتى تبرع بريعي لهيدي القضيه وغيرها، ولكن للاسف اللي عم نشوفه عم نحسه مثل تجاهل وعدم اكتراث باللي عم بيصير حواليك. أليسا قررت ترد وبشكل قاسي على كل من يتنمر على لوقة فمها. خلينا نشوف شو قالت ونعود للتعليق. أنا بارع عم شوف فلتر عم بيتمسخروا عتمي، قولك آخر همي ما أنا أليسا يا حبيبي، وأنا عملت شي بحياتي. إنه أنت اللي عم تتنمر، أنت مين؟ إنه طلع ما أنت عندك صورة افتراضية، انت ما عندك وجود. مرات كثير صورة بيضة، صورة عفات بيضة ما عنده وجود. مش هيك العالم لازم توعى، ما بقى تتأثر بالسم على هذا. حبيبتي بدنا نروق شوي، ما بدنا ننسى انه مش الجمهور اجا تيكبر شفافه وفاتت الابرة بالغلط وصار مثل المفلوج بيحكي قلوة عفرد ميلي. بالنهاية كل إنسان بيتحمل نتيجة أفعاله، وأكيد الشخصية المشهورة بتكون عرضة للانتقاد أكثر من غيرها. ما فينا هيك نقول على الأشخاص يعني بهالطريقة القاسية، ما قلن وجود وهن نكرة. هلأ أنا إذا بطلع بالكلسون وبالشرشف على الطريق تاني يوم بصير ترند وبتصير كل العالم تعرفني، بصيروا يسموني أبو كلسون. الموضوع ما بده هالقد. أنت شخصية مهمة ما اختلفنا، عندك أغاني كتير حلوة، عندك صوت كتير حلو، صحيح بالحفلات أوقات بتنشزي بس هيدا الشيء بيصير، ولكن كمان بنفس الوقت عندك كتير أخطاء وشخصيتك مثيرة للجدل. فما حلو يعني على طول هيك محاولة المشير إنه مين هيدا اللي عم يحكي عني، هودي صفر، هودي ما ننشي، هودي حشرات قدامي. لا يعني يمكن هن كانوا قاسيين بالتعبير وأوقات بيؤذوا الشخص بالحكي، ولكن ما فينا نعتبرهم إنه هن نكرة وما قلن وجود أبدا. الشحادة دارجة على التيك توك، وأنا أصلا بعتبر أنه أغلب يلي بيطلعوا على التيك توك هني شحادين إذا كانوا لابسين براندات أو لابسين عبيات. خلينا نشوف عينة من هيدي الظاهرة على هيدا التطبيق بشخصية اسمها أم عزيزة عم تطبخ الكوسة عن روح الرسول. خلينا نشوف شو قالت ونعود للتعليق. يا اخوان رايحين نسوي محشي عن روح الرسول صلى الله عليه وسلم ونفرقوا لليتامى يا اخوان، وريدكم ترفعونا المقطع عكس بلور يا اخوتي وتفوتون على بثنا وتدعمونا وجزاكم الله كل خير. اخوتي لا تقصرون ويانا بالله عليكم، كل من يشوف هالمقطع يا اخواني خط متابعة وعكس بلور وتفوتون على بثنا. يا اخوان عم نطبخ محشي بالذبان عن روح الرسول ورح منفرقوا على اليتامى ليتسمبوا يرتاحوا ويموتوا ولتحفوا الأرض ريتك. عرات هالتيك توك، عرات هالموديلات يلي بتطلع لنا كل يوم. هالشخصيتين بيطلعوا لي كل مرة أنا وعم قلب بين الفيديوهات، ما عندهم شغلة وعملة غير فوتوا حضرونا واعملوا لنا اكسبلور اكسبلور يحطك عوني محل يا أخ. ويتي ما فيكن هيك، ما فيكن هيك، يعني ما في شيء بيجي بالعف. شو بدك تجبرينا عم تشحدي العالم تتابعك وتعمل لك لايك وكومنت واكسبلور؟ اذا عندك محتوى مهم وبيهم العالم بتعمل لايك، بس انا شو مضطر شحادة وصلت لهون تشحدوا اللايك والكومنت والاكسبلور وفوتوا حضرونا بالقوة؟ بالنهاية هيدي كلها ما بعرف اذا هودي نور او لا، ولكن انا بعتبر ثلاث ارباع اللي صانعين المحتوى على هيدا التطبيق شحادين. في منهم لابسين براندات وبيعملوا تحديات، هو شحادين، وهدوك شحادين بشكل غير مباشر، هو شحادين بشكل مباشر. يعني هو بيقولوا لكم ابعثوا لنا وحطوا لنا، هدوك لا يكونوا مرتبين وهيك، بس يعني عرفتوا شو الطريقه، كله شحاده بشحاده، تحت الارض ريتك عريتك ولي تحت الارض ريتك جرسينا.
فاجعة فنية جديدة بالمراقص الليلية عم تنتشر بشكل كبير، أغنية بعنوان هشك بشك. خلينا نشوف هالغنية ونعود للطالب. يا سمرة هشك بشك قريته يقبرني وشك لك يقبشني وريته يقبش مثل الفستق عم يقرش. يا سمرة هشك بشك يجيكي صاروخ ويقشك ولا تحت الأرض رايتك عرات وشك عرات عشك عرات كل شيء، يعني خلص واضحة عم بتلمحوا أغنية بتلميحات، يعني قصدك على عشك بتقولي وشك، قصد البقلاوة قصدن على البقلاوة اللي بيقرش قرش، يعني أغنية ذو معاني عظيمة. لا، وإذا حدا إجا وكتب تعليق بيحسبوا الله ما خلق، لا عم بتفوتوا بالأعراض. ما هيدا التعليق من مستوى هالغنية اللي انتو بتعملوها، شو انتو عم تغنوا لها موشحات أندلسية؟ فايتين فينا أغاني هابطة وبس انه المعنى خلف الكلمة، يعني هيك يعني على الهدى الواحد يفهمه، بس مفهوم القصة مستوى هابط ومستوى متدني، وإذا الواحد فتح تمه بيهجموا عليه. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. بعتوا لي هيدا المقطع بشكل كبير بالدولة الشقيقة العراق من مراكز شوفارية الكميون والمتقاعدين. خلينا نشوف شو عندهم مواهب جديدة بالعرض. أولي على البطي، على البطي ولد انسحب على البطي راح اموتك. اي عافية مصاري راحت على البطي. إذا بدنا نعطي عنوان لهيدي الرقصة لحم نسميها آخ يا رماناتي ورماناتي دمرت حياتي تحت الأرض راتكن عرات هالمرائس وعرات على المستوى يلي عم نشوفه. يعني إذا في احترام شوية احترام لجسد المرأة لازم من بعد ما يشوفوا هيدا الشيء جمعيات حقوق المرأة يعملوا جمعية لحماية الرمانات. أش عم تعملي أختي؟ عم تطحنيهم طحم نازلي وهبط ما مخليه شيء، يعني شيء كتير للأسف مشان لا يرضوا أبو كميون ومتقاعدين السلك ليكوا شو بيجيبوا لنا مواهب عظيمة عم بيعرضوها بالنايت كلوبات. يعني عدا عن إنه الموضوع مضحك، بس إنه عن جد كمان إنه المرة تجي تعمل بجسدها بهيدا الطريقة شيء كتير مزعج للنظر. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. رملة نكد كان مفروض تنزل أغنية جديدة قريبا، ولكن في ظروف قاهرة منعتها من أنه تنزل هيدي الغنية. خلينا نشوف كيف أعلنت عن هيدا التأجيل. ثلاثة، الملكة والشيخة رملة نكد لا أجلنا الفيديو الكليب، كنا حننزل الفيديو الكليب بس أجلناه كرمال موضوع فلسطين. منقول الله يرحم الشهداء اللي راحوا. أجلنا إذا على رد إذا كان وضع بعده تمام لرأس السنة كرمال الأطفال بغزة والوضع عم يصير بفلسطين، فإن شاء الله إذا رأي الوضع إن شاء الله انطرونا بفيديو كليب كتير قوي إن شاء الله حينزل على رأس السنة وانطرونا بمصر كمان. دار الإفتاء تبكي في الزاوية، هيدي جديدة على ما سمعنا الشيخة رملاء نكد. قديش شايف شيخات وشيوخة؟ أول مرة بشوف شيخة بمقلتان، مقلة أمامية ومقلة خلفية ولا تحت الأرض رايتك. الزعل يستغيث، يعني مبين الزعل كتير كتير كتير، التضامن والزعل على أطفال غزة هيك زعلاني من ورا وزعلاني من قدام، يعني من حيك كتير على جهودك. أطفال غزة يعني كتير ممنونين على هالتضامن العظيم، يعني كنا ما رح ننام الليل إذا ما سمعنا هالغنية وهالفيديو كليب. يعني ليش تتنطرينا لرأس السنة؟ لا بليز، يعني لا عن جد زعلتينا بهيدا الموضوع. تحت الأرض رايتك عرات هالفن اللي عم بتقدموا لنا. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. مثل العادة ما في ما اتشكر الداعمين يلي من خلال ميزة السوبر تانكس عم بيشجعونا على تقديم المزيد من هيدا المحتوى الترفيهي. شكر كبير لندى نينيش، لأثاري العنازي، لسوسن رشيد وغيرهم، مع انه بفضل انه تتبرعوا بالمكان الصح وعارفين قصدي وين. حب اتشكر كمان جميع الاشخاص اللي عم يتواصلوا معي على انستغرام،
لاقتراح المواضيع اللي في جزء كبير منهم انتم نقيتون بعيد الحلقة. اذا كنتم بتشوفوني لاول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، واهم شيء انه ترنوا الجرس لحتى ما يفوتكم اي شيء جديد، لانه اللي جاي اقوى بكتير.